خلينا نبدأ كده، لو حضرتك تعرفنا هو ليه يبقى فيه يوم عالمي للغة الأم وأهميته إيه؟ شوف حضرتك، يعني في مبدأ مهم قوي لازم نخلي بالنا منه، وهو ان اللغة هي وعاء الثقافة. وبالتالي اللي هيميز ثقافة عن أخرى هي اللغة الأصلية بتاعت هذا المجتمع. فأنا لما أجي أتكلم هنتكلم بقى عن اللغة الأم عندنا كعرب، اللغة العربية. اللغة العربية أكيد إحنا بنتكلم على تراث قديم، يعني التراث العربي تراث يعني ممتد إلى آلاف السنين. وبناء على كده اهتمامنا باللغة ده هيفيد كتير قوي في بناء الشخصية. يعني إذا مسألة إن أنا بعمل يوم عالمي للغة الأم ده لأجل الحفاظ على ثقافة الشعوب. ده لا يمنع إن إحنا نكون ملمين إن في لغات تواصل، يعني اللغة العربية باعتبارها كلغة الأم بالنسبة لنا، لكن في لغات أخرى يعني بتفرض نفسها علينا كنوع من التواصل. إحنا بنتكلم مثلا في مجال تعلم العلوم، ما عندناش حاجة اسمها دراسة علوم باللغة العربية. مظبوط. لكن هي الدراسة هتبقى باللغة العلمية اللي العالم كله متفق عليه الآن. فبالتالي إحنا لابد إن إذا كنا بنتكلم بقى على تطوير تعليمي يبقى لازم آخد التوجهين دول، إن أنا أهتم باللغة الأم عشان أحافظ على ثقافتي وعلى هويتي من ناحية، ومن الناحية التانية اللغات الأخرى اللي هتساعدني إن أنا أكون على تواصل مع العالم الخارجي زي اللغة الإنجليزية أو غيره. ولا أعرب المناهج العلمية والطبية والهندسية للغة العربية؟ لا، في فترة كده يعني كان في حديث عن هذا الأمر. لا، موضوع التعريب في بعض الدول طبقته لكنه فشل. هقول لحضرتك فشل ليه. إحنا بنتفق دلوقتي إن اللغة وعاء الثقافة. العلوم قصة تانية خالص. بس طب يعني ما هو أساس العلوم في عدد من العلوم، الفضاء وهندسة ورياضيات وطب، أساسهم عرب، فإزاي يبقى اللغة اللي هو مازال بيها إلى الآن يعني لغة أجنبية؟ لا 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 لا، دي المفهوم ده احنا عايزين بقى إيه يعني نحاول نوضحه شوية. لما نيجي نتكلم على اللغة العلمية حتى اللي كانت موجودة في أيام الأندلس أو أيام بقى النهضة الإسلامية أو نهضة العلوم العربية في وقت من الأوقات، هي كانت بتستخدم اللغة العربية كحروف، لكن كاصطلاحات برضو لها معنى تاني. لابد إن هم يعني هم حتى لما جم الغرب يحاولوا إن هم يستفيدوا من العلوم دي هم ترجموها إلى اللغة الأصلية بتاعتهم، بس برضو عشان كان يستوعبها لازم يبقى عارف اللغة العربية كويس. فأنا مسألة إن أنا النهاردة أنا بتكلم على تعريب علوم أو غيره، لا دي مسألة فيها مشكلة. التعريب بيبقى الهدف منه إن أنا بس كلغة تواصل، يعني إن أنا أفهم اللي مكتوب، لكن كاصطلاحات لا، لازم إنها تدرس بنفس اللغة العلمية اللي توضع بها هذا العلم. ثم إحنا بنشوفها أحيانا بيكون العلوم دي خاصة مثلا في العلوم الطب بيكون من دولة لدولة هنا بالإنجليزية، مش هقول بتعرب، بتتحول للغة الفرنسية مثلا، اللغة بتاعتهم للغة الفرنسية بتكون مقبولة؟ لا، ما بتبقاش برضو بقدر زي ما هو ياخدها باللغة الأصلية. أصل في فرق ما بين اللغة العلمية واللغة الإنجليزية، لأن في خلط، في بعض الناس بتعتقد أن اللغة العلمية هي اللغة الإنجليزية. هي مصطلحات مختصة باللغة، اللغة العلمية قصة واللغة الإنجليزية زي اللغة العربية بالظبط. أنا ممكن في بعض حاجات لما نيجي نترجمها للطلبة هنترجمها باللغة العربية، هفترض أن في تكست معين باللغة العلمية مكتوب انا بحاول اترجمه باللغه العربيه، لكن باجي عند نقاط معينه بضطر اكتب المصطلح كما هو وافهم الطالب ايه المقصود بالمعنى بتاعه. يبقى لكن في فرق ما بين الجانب الاصطلاحي والترجمه الحرفيه. بالظبط كده، بالظبط. فانا يعني عشان اترجم العلوم، يعني الكلام ده طبق في سوريا مثلا، يعني طبقوا هم نظام التعريب العلوم وتعريب الطب عندهم هناك، حصل فيه مشكله كبيره. كنا بنشوف حتى هذا الكلام مع بعض الزملاء لما بنقعد في مؤتمرات او كده، بيبقى فيه ما فيش تواصل. يعني انت قاعد، احنا باعتبار ان احنا بناخد اللغة العلمية زي الطب هنا مثلا او العلوم او غيره بياخدها باللغة العلمية بتاعت، فلما بيكون في تواصل في اي مؤتمر دولي مع الثقافات المختلفة او الدول المختلفة بنقدر نفهم بعض. لكن اللي واخدها باللغة العربية بيلاقي ان حس ان هو في حالة غياب. طب ازاي احافظ على اللغة الام لاي شعب من الشعوب وخاصة بقى الشعوب العربية؟ هنتكلم بقى عننا احنا هنا في مصر. إذا هنا لازم يكون في توجه، وإحنا بنعلم الطلاب بتوعنا لازم يكون في اهتمام بالاتنين. يعني هفترض دلوقتي إحنا هنتكلم عن إشكال المواد العلمية، وأنا بدرس المادة العلمية لازم أكون مهتم أنا كواضع منهج باللغتين، مش بس إن الطالب يبقى ملم باللغة العلمية اللي هو هيبدأ من خلالها يفهم المادة العلمية اللي بياخدها، لكن يبقى عنده القدرة على التعبير باللغة العربية بتاعته. ندي مثال يا فندم عشان مثال أطلع. يعني مثلا أنا بقول أنا عايز الطالب يكتب مقال في موضوع معين،
هو هيكتبه اللغة العلمية عشان نشوف برضو طريقة تعبيره عن فهمه واستيعابه للمفهوم العلمي اللي هو بيدرسه. لكن إذا كان قاعد في قاعدة بنتكلم باللغة العربية ما هو عايز يوصل المفهوم ده للناس اللي بتتكلم عربي، يبقى عنده القدرة إن هو يكتب باللغة العربية اللي هي اللغة الأم. فده شيء مهم. هي طبعا مسألة صعبة جدا، لكن مش صعبة إن احنا ننفذها على أرض الواقع. ده من خلال بقى وضع المنهج ذات نفسه، إن المنهج لازم يهتم. وعلى فكرة التجربة دي معمولة حاليا، يعني الكلام ده معمول. احنا بنقول مثلا عندنا تجارب مدارس النيل عندنا في مصر، مدارس ناجحة جدا، هي بتتبع كامبريدج في المناهج بتاعتها، والطالب بيدرس فيها المادة العلمية باللغة الإنجليزية باللغة العلمية، ولكن بيبقى عنده القدرة برضه إن هو يعبر باللغة العربية. تجربة ناجحة. فده إن شاء الله نتمنى إن ده يعمم على مستوى التعليم العام، ميبقاش بس في تجربة النيل بس، لا يبقى تعليم عام في هذا الكلام يعني. طيب لو اتكلمنا على الأسلوب الأمثل اللي من خلاله أقدر أرسخ به قواعد اللغة للأطفال، وحضرتك اتكلمت على نموذج لمدارس النيل اللي بتتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهي مدارس مميزة جدا وبقالها سنوات وتخرج منها عدد من الطلاب. لكن إن أنا أخلي اللغة العربية محببة لديهم، يستطيعوا استخدامها، يقدروا يتكلموا بيها بكل طلاقة من غير ما الاقي بقى التحريفات والأساليب اللي حاصلة اليومين دول من فرانكو ومصطلحات غريبة وكلمات داخلة في اللغة وكلمات ملهاش علاقة، وخاصة ان كل اللغات في العالم يعني بتاخد من بعضها، يعني في مفردات طبعاً موجودة في اللغة الإنجليزية، موجودة في اللغة الألمانية والفرنسية وكذا، موجود عندنا في العربي واحنا بنستخدمها، منها مثلا كمبيوتر يعني او ساندويتش يعني. مثلا يعني شوف حضرتك، يعني ذكرت كلمه كمبيوتر، يعني لما اجي اقول للطالب انا هنسميه كمبيوتر ولا حاسب آلي، الافضل اسميه بالمسمى بتاعه حتى عشان يبقى مستوعب المعنى. لكن انا عايزه يبقى عنده القدره انه يعبر باللغه الام، اللغه العربيه بتاعته، اللغه الفصحى، يعني بلاش اللغه العاميه. يعني في بعض الناس بدات تتجه يقول لك ايه، احنا هنخلي الطالب يعبر باسلوبه باللغه العاميه. ده مش صح. اذا كنا عايزين نحافظ على هويتنا ونحافظ على اللغه بتاعتنا، يبقى نركز على اللغه العربيه الفصحى. طب ده يتم ازاي؟ يتم من مرحله الطفوله، من البدايه.